اهلا وهلا ومرحبا. في حاجات عايزين نتكلم عنها. يا ترى انت كانت طفولتك عبارة عن ايه؟ لو بدأنا في الخط الزمني اللي اعتبر ان انا اتعاملت معاه، فاحنا كده بنتكلم في اواخر الثمانينات والتسعينات وبداية الالفينات. وايه الحاجة اللي كانت مسيطرة على حياتك كطفل ساعتها؟ سبيستون، قنوات شباب المستقبل. هما ما بقوش شباب قوي بس ما علينا. يعني طفولتهم عبارة عن قناص وناروتو. فاكرين الجارية الغريبة بتاعت ناروتو؟ تقريبا كلنا عملناها. واكيد وان بيس ومازنجر وابطال الديجيتال. مين فينا ما كانش بيعيط كده من جواه لما بيسمع اغنيه انا واخي او بائعه الكبريت؟ في انمي بقى هو غالبا الناس كتير قوي ما تعرفوش، كرتون بلاستيك تينز، او زي ما كنا عارفينه ساعتها اليويو. ومش هتصدقوا لو قلت ان ده كان اكتر كرتون فاكره من الوقت ده. والحقيقه كان عندي يويو كتير قوي بس حصل خير بقى. مشكلتي ان انا ما عشتش كتير قوي مع قناه سبيستون، فما عنديش الذكريات الرهيبه جدا من الفتره دي زي اغلب الجيل مثلا بتاع التسعينات او اواخر الثمانينات. بس طبعا ده ما يمنعش اننا ما ننساش اللي بيكتشف الغامض والمثير وبيستنتج بعقليه الصغيره. وخليني اقول ان تقريبا قناه سبيستون كانت سبب في ان ناس كتير قوي دلوقتي يدخلوا عالم الانمي الحقيقي ويكونوا اوتاكا، والموضوع كبر منهم جدا. وخليني اقول ان احنا ممكن نتكلم عن الانمي في فيديو تاني لوحده، لان صديقي في حاجات كتير قوي محتاجين نتكلم عنها في الانمي. تاني شريحه من الناس، وان انا بعتبر نفسي نسبيا منهم، هم بدايه الالفينات. الناس دي كان قدامهم اختيارين، قناه ام بي سي 3 اللي ظهرت في الوقت ده وكانت بالنسبه لاغلب الناس. وهنا انت فتح لك عالم جديد غريب، وبدانا نعرف يوجي وكرتون الجاسوسات. فاكرين كرتون الجاسوسات؟ ده كان اجمد حاجه تقريبا بالنسبه لي في ام بي سي 3. لوسون وسام واليكس، مين فينا ما كانش واخد شخصيه منهم ومعتبرها هو؟ وبرده من المسلسلات اللي كانت مربوطه بدماغي قوي في الفتره دي، المسلسل اللي كان فيه 5 شخصيات كل شخصيه بتلبس لون وتحسهم ابطال خارقين كده. ما عنديش فكره اسمه ايه لحد دلوقتي، ولا كان اسمه ايه حتى ساعتها، بس اوكي. وطبعا عيش سفاري اللي كان حلم وتارجت لاي حد ان هو يروحه اصلا. ومن الحاجات برضو اللي مش بنساها في الفتره دي البتاع ده سيء. والطريق التاني اللي كان اجمد جدا من وجهه نظري وكان موازي لنفس الخط بتاع الطفوله ده، وخلينا نقول ان هو اثبت نجاحه بجداره، ومش بس نجاح، ده لسه مكتسحين العالم لحد دلوقتي. طبعا انتوا فهمتوا انا قصدي مين. ديزني من وجهة نظري فترة التسعينات هي التاريخ الذهبي بتاع ديزني، اللي هما بيحاولوا يبنوا عليه حاجات كتير قوي وبتفشل. وخليني احدد انا بتكلم عن ايه بالظبط. الكرتونات اللي كانت مدبلجة بالمصري زي شركة المرعبين المحدودة والاسد الملك. انا ممكن اسمع كرتون الاسد الملك من كتر ما انا كنت عايش معاه، اكتر ما انا كنت عايش في بيتنا تقريبا. وعشان تفهموا قد ايه الموضوع بالنسبة لي كان طفولة وحياتي حرفيا كانت في الشيء ده، ده مثال عن هارد قديم كان عندي، وده جزء صغير من بورتيشن كبير جدا مليان حاجات اكتر من ده بكتير. فلو سألتوني ايه اكتر قناة او حاجة اثرت في الطفولة بتاعتك، هقول ديزني. انا فان حقيقي ليهم. ملحوظة، انا اقصد الحاجات القديمة. تقريبا اغلب الكرتونات لما بيعملوا دلوقتي بقيت اتفرج عليها، ف ملحوظة مهمة. الجزء اللي جاي ده بقى تقريبا كان اهم حدث حصل في طفولة ناس كتير قوي، القناة اللي غيرت في حياتنا كلنا تقريبا. تفتكروا عرفتوها؟ نيكلوديون. جدعان فاكرين نيكلوديون؟ انا مش هكون بكذب ولا بقللها من حقها ان اقول ان دي كانت اعظم حاجة حصلت في مرحلة الطفولة بتاعتي وبتاع اغلب الناس اللي كانت اطفال في الوقت ده. يعني بديهيات مش محتاجة اقولها. يعني تعالوا بقى نرجع للنوستالجيا من الجزء ده من حياتنا. كرتون هيا ارنولد اللي حرفيا راسه عاملة شبه فاكهة الشمام بس بالعرض. وننتقل لمختبر ديكستر واخته اللي عاملة شبه النخلة ووظيفتها في الحياة وفي الكرتون ان هي تبوظه اي حاجة هو بيعملها وتخرب له حياته. وداني الشبح كان الكراش بتاعنا كلنا في الطفولة. وجيمي نيوترون، فكر 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 وجدتها.
وكورديج الجبان والفتاة الآلية وكرتونات كتير قوي وبسبس بودي القطة والكلب في شيء واحد غريب وكرتون فتيات القوة اللي انا اصلا بعتبره فيرجن للجاسوسات بس اقصر وادخن. لما شرحت الموضوع كده حسيته غريب قوي، حسيت ان انا كنت طفل مغفل. بالمناسبة في الجاسوسات كنت بحب بتركة جدا، وفاكرين الشيء السيء ده، الشيء ده اسوأ منه. يعني ليه ده يكون كرتون؟ ليه؟ ونختم فترة الألفينات العظيمة، وده كان آخر وقتي مع التلفزيون، بالحاجة اللي عملت طفرة في الطفولة، قناة طيور الجنة، والكونسبت الجديد بتاع أغاني الأطفال وإزاي ممكن أستغل الموضوع ده. يعني مثلا من أجمل الحاجات اللي حصلت الدراما كوين بتاعت بالسلامة يا بابا وهوب نلاقي، كنا بنستنى من زمان الحمد لله على السلامة، والأمال بتاعتنا في إننا مرة طلعنا بالسيارة مع لينا وبابا تليفون، وقصة وليد الطويلة مع الكب وعمه الحرامي وقصته مع عصومي، وكل حوار وبابا سناني وبابا ده حوار تاني اصلا، وحرب الاجيال بين رغدة وديما، والنقلة الحضارية للانيميشن في انا البندورة الحمراء، والاغاني بتاعت المواسم اللي احنا لسه لحد دلوقتي بنشغلها في كل موسم وكل عيد، ايجا العيد ايجا العيد يلا نلبس توب جديد، وبنشغل قبلها بشراكم شهر الصوم. ومن هنا ننتقل لبرنامج خطاوي السلاوي وصوت الكنز، واخيرا وليس اخرا اهلا ومرحبا بكم في نشرة جديدة من نشرات اخبار الدار، يقدمها لكم المعتصم بالله مقدار. انا بقى بعتبر نفسي ان كنت شخص الصراحة محظوظ كفاية انه يقدر يعيش حاجة من كل حاجة من الحاجات دي، لحقت اواخر سبستون والعظمة اللي كانت بتحصل فيها، وكانت سبب في اني دخلت عالم الانمي لما كبرت وعشت فيه، وقضيت مع ام بي سي 3 فترة محترمة جدا من الزمن، خدت نيكلوديان حرفيا من اول ما بدأت لحد ما قفلت وقعدنا نعيط عليه، ولحقت طيور الجنة في اولها، وكنت بعيش مع الاطفال اللي هم حاليا حرفيا بقوا اطول مني. معرفش الكلام ده حصل امتى وفين وازاي وليه اصلا، اني قاعد بتفرج على كرتون وعايش مع الانمي بتاعي وحرفيا دماغي مبسوطة جدا باللي بيحصل وبس كده. وقولوا لي، هل كنتوا في فريق معين في الطفولة بتاعتكم، او كنتوا في كذا مكان مع بعض، ولا كنتوا محظوظين نسبيا زي كده؟ طبعا ما تنسوش لايك شير سبسكرايب وفيسبوك وانستا تحت لو حد عايز يقول حاجة، وبس كده، سلام.